بسم الله الرحمن الرحيم، أحباب الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نكمل في هندسة البرمجيات، chapter number 5. chapter number 5 بحكي عنها requirement engineering. requirements engineering هذه مادة كاملة بحطوها بالجامعات لتخصص هندسة البرمجيات، تخصص خاص، وهي مهمة جدا في بناء اللي هو البرمجيات. الأشياء اللي حنغطيها functional non-functional requirements، احتياجات العملية وغير عملية، احتياجات المستخدم، احتياجات النظام، المواصفات اللي هو الانترفيس المواجهات، وبعدين اللي هو الكتاب تبع اللي هو الاحتياجات. ايش هي requirements engineering؟ تمام، هي عملية تأسيس الخدمات اللي بده إياها الزبون من النظام، اللي أنا النظام اللي بدي أبنيه، تمام؟ وأيضا المعوقات اللي بيشتغل عليها النظام اللي أنا بدي أبنيه. الاحتياجات نفسها هي وصف descriptions لخدمات النظام والمعوقات اللي حتصير خلال عملية هندسة اللي هو الاحتياجات. تمام؟ What is the requirements؟ إيش هو الاحتياج؟ يعني أنا الاحتياجات هذه إيش النظام اللي أنا بدي أبنيه يحتاج؟ ايش بدي ابني؟ ايش بدي اسوي؟ هذا جزء مهم جدا. لما انا بدي اروح عند واحد وبدي اقول له بدي تعمل لي برنامج، بدي تعمل لي برنامج اللي يسوي مثلا لصيدليه، لسوبر ماركت، لاي شغله، تمام؟ ممكن الاحتياجات اقول له بدي برنامج صيدليه. هذه احتياجات، هذه هاي ليفل ابستراكشن بسميها او خدمه. تمام، ممكن هذه الاحتياجات افصلها. طبعا حيقول لك كيف بدك اياها، نقعد مع بعض بنفصل واحده واحده واحده، بنكتبهم كتابه خطوه خطوه. تمام، هذه الكتابات this is inevitable، يعني لازم امشي عليها، ما بتخطاهاش، لأنه ممكن هذه تكون على أساس اللي هو عقد، bid for a contract، تمام، وعرض مناقصة ممكن أعملها، وهذه must be open to interpretation، يعني مفتوحة للتفسير، ممكن تكون basis for the contract itself، يعني العقد بينه وبينه هو الأساس العقد، وهذه هي الأساس اللي أنا بدي أخذ عليها فلوس. كل ما كانت الاحتياجات أكثر، كل ما كان أنا بطلب فلوس أكثر، لأنه هذا شغل أكثر. تمام، عشان هيك therefore must be defined in detail، لازم أنا أعرفها بالتفصيل خطوة. ايش بدي اسوي؟ ليش انا لازم اعرفها بالتفصيل؟ تمام، اذا انا ما عرفتهاش بالتفصيل، بكره الزبون هيقول لك لا والله انا نسيت اسوي لي هذه الشغله. تمام، هذه الشغله مهمه، لازم انا بدي اسويها، سوي لي اياها. انا حقول له والله هذه مش موجوده بالعقد، هذه اذا انا بدي اسوي لك اياها بدك تدفع لي عليها فلوس زياده. طبعا هيك بتصير. طيب type of requirement، احتياجات، انواع الاحتياجات، اللي هو احتياجات للمستخدم user requirement، واحتياجات النظام. هنا statement in natural language plus diagrams for the services that the system provides and its operational constraints written for customers. شايفين كيف؟ written for customers، يعني هذه انا بكتبها للزبون،
يعني الناتشرال لانجوج بالعربي، انا بكتبها، بكتب الحاجات اللي بدي اياها بالعربي او بالانجليش او اي لغه اللي بدك اياها. طبعا بحط له دايجرامز للخدمات، تمام. سيستم ريكويرمنت، هنا ستراكشر دوكيمنت، شايف كيف؟ دوكيمنت يعني كتاب بكتب. ديتيل ديسكريبشن اوف ذا سيستم فانكشن، ايش هنا السيستم اللي انا بدي اسويه، شايفين كيف؟ سيستم فانكشن، عمليات النظام، سيرفيسز خدماته، اوبريشنال كونسترينتس معوقات العمل كلها، ديفاينز وات شود بي امبلمنتد، يعني بعرف ايش اللي انا بدي اسويه، ايش اللي بدي اعمله، ايش اللي بدي اعمله كريشن. سو بارت اوف كونتراكت بتوين كلاينت اند كونتراكتور، شايف كيف؟ هذا جزء من العقد بينه وبين اللي انا بدي أعمل. يعني انا لما بدي بيجيني كاستمر بدي اعمل له برنامج، جزء من العقد بيكون بينه وبينه، لانه كل خطوه عليها فلوس، تمام. طيب definitions and specifications، تعريف ومواصفات، يعني انا بعرف اول شيء، بعرف ايش هو الريكويرمنت، وبديها مواصفات بالتفصيل. يعني انا هنا user requirement definition، تمام. the software must provide a means of representing an accessible external files created by other tool، تمام. system requirement specifications، هي هنا مواصفاته، هذا المواصفات اللي انا بدي اسويه، يعني هنا الديفينيشن تعريفه وهنا تفصيله. شايف واحد حط واحد بوينت 1 1 2 1 3 ايش؟ يوزر شود بروفايد وذ ذا فاسيلتي تو ديفاين ذا اوف ذا اكسترنال فايل، يعني هنا تفصيل الممل، لازم تحط التفصيل الممل، لانه كل هذه اذا انت ما حطيتش او بينك وبين الزبون كل هذه التفاصيل، مش هتاخد فلوس منيحه. كل ما فصلت كل ما كان افضل، تمام. مين اللي بيقرأ المواصفات؟ هنا انا عندي كل واحد بيقرأ مواصفات، يوزر ريكويرمنت مواصفات المستخدم، بعدين سيستم ريكويرمنت مين اللي بيقرأ، اللي هو احتياجات للنظام، هنا احتياجات المستخدم، هنا احتياجات النظام. سوفت وير ديزاين سبيسيفيكيشن، مواصفات اللي هو تصميم البرامج، مين بقرأه، مين اللي بقرأهم، هنا مواصفات احتياجات المستخدم، كلاينت مانجر، سيستم اند يوزر، كلاينت انجينير، كونتراكتور مانجر، شايف كيف؟ كونتراكتور مانجر، سيستمز اركيتكت، شايف كيف؟ هنا سيستم ريكويرمنت، احتياجات النظام، مين بقرأه؟ سوفت وير ديفلوبرز، هنا هايهم سوفت وير ديفلوبرز. فأنا كل واحد بعرف ايش احتياجاته، فأنا هنا لازم أفصل كل الاحتياجات بالتفصيل واحدة واحدة. ناخذ تفصيلها، طيب احنا ناخذ تفصيلها ونشرح كل ايش هو عشان نعرف نكتب الاحتياجات، كيف بدنا نكتب الاحتياجات. functional and non-functional requirements، يعني الاحتياجات التشغيلية أو العملية والغير عملية. طيب الـ functional requirement، statement of services، يعني جمل الخدمات، the system should provide، يعني اللي بعطينا إياه النظام، how the system should react to a particular input، يعني كيف النظام بده يعني رياكت، يعني بده يتفاعل بإدخال معين. How the system should behave in particular situation، كيف النظام بده يستجيب، كيف ليه أو يسلك ليه حدث معين. لما أنا بدي أقول له A plus B بيساوي كم؟ بده يعرف. هنا أيضا من الـ functional requirements، لازم أو يعني أفضل إنه إحنا what the system should not do، يعني هنا what the system should do
وبرضه the system should not do ايش اللي بدوش يعمله النظام عشان أأكد على الزبون ايش اللي انا بديش ابرمجه. تمام. non functional requirement الاحتياجات الغير عملية، هنا the system as a whole كنظام كعامة constraint معوقات الخدمات والfunctions offered by the system، timing constraints معوقات النظام، constraints on the development process معوقات اللي هو على عملية اللي هو التطوير، the standards لازم أعرف إيش الـ standards تبعتها. تمام. domain requirement احتياجات النطاق، requirements that come from application domain من اللي هو النطاق التطبيقي للنظام، reflect the characteristics of that domain يعني بيعكس اللي هو مواصفات النطاق، الحقل النطاق. تمام. إذا أنا عندي requirements functional non functional ودومين عندي اللي هو النطاق. طيب ناخد واحدة واحدة ونشرحهم. بدنا نبدأ بالـ functional requirement. Describe functionality of the system services. يعني ايش هو؟ يصف العمل الـ functionality لخدمات النظام. تمام. Depend on the type of software بتعتمد على نوع السوفت وير اللي انت بدك تكتبه. Expected users المستخدمين المتوقعين، مين اللي بدهم يستخدموا هذا السوفت وير. And the type system where the software is used ونوع النظام Windows, Linux, IO, iOS, Samsung, Apple. تمام. طيب functional user requirements هنا احتياجات المستخدم العملية، maybe high level statements of what the system should do but okay functional system requirements should describe the system services in detail. شايفين هنا كيف in detail its inputs its outputs exceptions يعني لازم تكتب الـ inputs والـ outputs والـ exceptions كمان واكسترا اكسترا وغيره وغيره بالتفصيل الممل اكتب. Example of functional requirements مثال انا عندي هنا هذول الـ examples هيو function. The user should be able to search either all the initial set of databases or select a subset from it. هذا كمثال، هذا مثال، هذا مثال انا حط محطوط ل requirements احتياجات university library system. تمام. university library system يعني النظام للمكتبة. The system should provide appropriate viewers for the user to read documents in the document store. Every order should be allocated يعني كل ما هذا له المكتبة، نظام المكتبة للجامعة. هذا examples هنا أمثلة على الـ functional requirement. تمام. طيب أنا عندي requirements in precision. هنا المشكلة عدم الدقة الاحتياجات. Problems arise when requirements are not precisely stated. يعني المشاكل بتصير لما الاحتياجات not precisely stated مش موضحة. أنا قلنا لكم الأول بدنا نوضح كل الاحتياجات. تمام. إذا أنا موضح كل الاحتياجات بكون أسهل إلي وأسهل للزبون. لازم 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 أوضح تكون الاحتياجات موضحة بالضبط. Ambiguous requirements may be interpreted in different ways by developers and users. يعني الاحتياجات الغير واضحة والمختلف عليها والغير مفهومة أنا ممكن أفهمها بطريقة مختلفة عنك وعن غيرك وعن غيرك. Consider the term appropriate viewers هنا appropriate viewers
يعني هنا ايش ولا المشاهدين مناسبين. طب مين هم المشاهدين؟ User intention special purpose viewer for each different document type. Developer interpretation provide a text viewer that shows the contents of the document. يعني هذه impression interpretation وهذه interpretation، يعني كل واحد بفسرها زي ما بده. تمام؟ التفسيرات لازم تكون واضحة. Requirement completeness and consistency. احتياجات لازم تكون completeness اكتمالها. وهنا انسجامها consistent تماسكها. In principle بالأساس requirements should be both complete and consistent. لازم تكون كاملة ومتكاملة ومنسجمة مع بعض. Complete ايش معنى complete؟ They should include description of all facilities required. هيا كل الفاسيلتيز لازم تكون محتاجها. Consistent there should be no conflict and contradictions in the description of the system facility. ما فيش تعارضات وتناقضات في وصف اللي هو الفاسيلتيز بتبعت السيستم. ما فيش تناقضات ولا تعارضات. In practice عادة it is impossible to produce a complete and consistent requirement document. يعني في الحياة العملية مستحيل نوجد complete and consistent requirement document. مستحيل أوجد كامل. تمام؟ طيب نتوقف عند هذه، وإن شاء الله بنشوفكم في محاضرة قادمة إن شاء الله، وعشان نبدأ في non-functional requirements. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.